مرحبا بالجميع. سنناقش اليوم شيئا مهما جدا علينا أن نعرفه، ولكننا بالكاد نستطيع التحدث عنه لأنه قد يجعلنا نشعر بعدم الارتياح. يطلق عليه اسم التحرش الجنسي. التحرش الجنسي هو أي سلوك غير مرحب أو غير مرغوب فيه وذو طبيعة جنسية يؤثر على كرامة الشخص، سواء كانت لفظية أو بصرية أو نفسية أو جسدية، فهي مسيئة أو تهدد سلامته. يمكن أن يحدث في أماكن مختلفة مثل وسائل النقل العام أو في مكان العمل. إذا كان السلوك غير مرحب به وغير مرغوب فيه فهو أمر شخصي، بمعنى آخر طالما أن المتلقي يشعر بعدم الارتياح أو التهديد بالسلوك حتى لو لم يكن هذا هو نية الشخص فلا يزال يعتبر تحرشاً جنسياً. بشكل عام هناك ثلاثة أشكال من التحرش الجنسي. أولاً لفظي، يتضمن ذلك إلقاء النكات الجنسية والتعليقات وطلب خدمات جنسية أو مطالبة الشخص بالخروج بشكل متكرر. مثال على التحرش الجنسي في مكان العمل هو عندما يجبر صاحب العمل الشخص على فعل جنسي ويهدد بطرد الشخص إذا رفض الطلب الجنسي. ثانياً بصري، يتضمن ذلك عرض صور أو مقاطع فيديو جنسية غير لائقة أو إرسال رسائل ذات محتوى جنسي. النوع الثالث من التحرش الجنسي هو جسدي، والذي يشير إلى الوقوف بشكل قريب بالقرب من الشخص أو أي لمس غير لائق مثل التقبيل والإمساك بقوة والتمسيد والتربيت. عندما يتعرض الشخص للتحرش الجنسي عادة ما يشعر الشخص بالقلق والتوتر والعجز، مما يؤثر أيضا على أدائه في العمل وسلامته. من المهم أن نعرف أن التحرش الجنسي غير مقبول وعلينا أن نضع حداً له. قد يكون من المفيد إخبار الشخص بالتوقف وإخباره أن هذا السلوك غير مناسب لك. يمكننا أيضاً تسجيل تفاصيل كل حادثة لغرض الإبلاغ. إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يتعرض للتحرش الجنسي فلا بأس في طلب المساعدة من قائد مجتمعك والاتصال في ICMC. تذكر، جسدنا ملك لنا، لا يحق لأي شخص التحرش الجنسي بأي شخص آخر.